ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. وصلنا للفقرة الطبية. مش كل حالات السمنة بيكون سببها كثرة الأكل أو الوراثة أو غيرهم من الأسباب المشهورة. في بعض الحالات اللي بيكون سببها إصابة بمرض معين زي مشكلة مقاومة الأنسولين. طب إيه العلاقة بين مقاومة الأنسولين والزيادة في الوزن؟ وإزاي الشخص يعرف إن هو مصاب بمقاومة الأنسولين؟ وفي حالة بقى لما نتأكد من الإصابة دي إزاي نخس؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها في فقرتنا النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني دكتور ريهام العراقي أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيكي يا دكتور. شف عظيمة منورانا حبيبة قلبي. منورك يا حبيبتي. عاملة إيه؟ كله حلو الحمد لله. أنا شمشمتي أنتي الحاجات دي. مش قادرة أقول لك بكريف عليها إزاي. يا حياة قلبي. بعدين قلنا إيه؟ مقاومة أنسولين. فلازم نتذكر. دخلنا في الموضوع على طول. طيب احنا طبعا ده سؤال مهم، وشفنا احنا في ناس اصدقائنا كانوا بيسالوكي يمكن قبل ما ندخل حلقتنا وانا ابدا على موضوع ان التحاليل طلع عندهم فكره مقاومه الانسولين. طيب قولي لنا العلاقه بينهم ايه، بين السمنه ومقاومه الانسولين سريعا كده عشان طيب نفهم. هو اصلا معظم الناس اللي عندها مقاومه انسولين بتعاني من زياده الوزن. كويس. يعني هي سبب رئيسي في ان انا الحرق بتاعي بيبتدي يقل شويه، بالتالي لو انا مش مظبط طريقه الاكل بتاعي فهيبقى عندي احتماليه تخزين دهون اكتر. أوكي. فهزيد الدهون دي اكتر، فممكن اوصل لسمنه لو انا مش عامل كنترول على الموضوع. ايه اصلا مقاومه الانسولين دي وليه منتشره قوي الفتره دي يعني بنسمع عنها كتير قوي؟ مقاومه الانسولين دي معناها انه انا الخليه مش حاسه بالانسولين اللي بيتفرز من الجسم من البنكرياس. هو الانسولين ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو اي حاجه كربوهيدرات اللي هي نشويات او سكريات بتخش جسمي هو اللي بيدخلها الخليه عشان الخليه تستهلكها في انتاج الطاقه. كويس. فاول ما السكر ده بيدخل عايز يخبط على الخليه كده ويقول لها افتحي عشان ادخل. اللي بيخلي الخبطه دي الخليه تحس بيها هو الانسولين. كويس. يعني هو اللي بيخبط كده يقول لها افتحي عشان ادخلك الكربوهيدرات. فمعنى مقاومه معنى ان الخليه بتقاوم الانسولين اللي مسؤول عن تخزين السكر ده في الخليه عشان بعد كده نحرقه نستهلكه في طاقه. فهي مش حاسه بيه، فمش عارفه اتدخل السكر الخليه بالظبط انه بيخبط اصلا. بالظبط. ففي مقاومه هنا ان هي مش حاسه، فبالتالي السكر اللي موجود عندي في دمي ده مش عارف يخش الخليه اصلا. فايه اللي بيحصل عندي ارتفاع شديد في نسبه السكر في الدم. صح. فده بيحصل له ايه؟ بيحصل ان هو كل الزياده من السكر دي عن احتياج الجسم بتتخزن دهون. عشان كده دايما من اشهر الاعراض بتاعتها او الناس دايما بتعرف ان هي بتبقى ملتزمه على كل حاجه عندها مظبوطه، بس تلاقي ان هي النزول بتاعها بطيء قوي او ان هي يعني بالظبط في ثبات رغم ان هي ملتزمه وما عندهاش اي مشاكل بقى في تحاليل الغده والفيتامينز والحاجات دي، لان دي برده حاجات بتاثر في الحرق. فنبتدي بقى ساعتها نشك بقى في الموضوع بتاع مقاومة الانسولين. ليها تحليل طبعا بيتعمل في المعمل، والنسبة بقى احنا بنعرف منها هل احنا لسه في الاول فنقدر نكنترول والموضوع ما يبقاش عندنا، ولا احنا الحالة بتاعتنا متقدمة شوية ساعتها بيبقى الموضوع اشد شويه عشان ما نخشش في سكر. لانه بعد كده هيحصل خلل بقى في الافراز بتاع الهرمون بتاع الانسولين، فممكن يخليني بري دايابيتك او يخليني عندي دايابيتس او عندي السكر. بالظبط كده.